يسعدنا أن نكون جزء من منتدى قطر الاقتصادي. احنا تشاركنا مع ميديا سيتي ومع بلومبرغ لان احنا نتعاون في هذا اليوم، اليوم الثالث في هذا المنتدى، ويكون تركيزه موضوع الابتكار، لان مو بكل التحديات لها حلول موجوده عندنا اليوم. بالتالي التحديات تعتبر نقطه الانطلاق للابتكار. رؤيه المجلس هي مستمده من رؤيه قطر 2030 ومستمده كذلك من الاستراتيجيه التنمويه الثالثه. واحنا شفنا في اللقاء الافتتاحي لحضره معالي رئيس مجلس الوزراء التركيز على ان الفتره الجايه في قطر راح تركز على الابتكار، راح تركز على التكنولوجيا، راح تركز على ان احنا نستغل الموارد البشريه بحيث ان نطلقهم في هذا المجال، مجال الابتكار. فالاهداف والطموحات كبيره في الاستراتيجيه التنمويه الثالثه، واحنا كمجلس راح نكون جزء من المسانده والتعاون في تحقيق هالاهداف. طبعا المبادرات اللي موجوده عند المجلس تصنف الى صنفين، صنف دعم الابتكار اللي يكون رأس حربتها القطاع الخاص، كان شركات ناشئة ولا شركات عالمية، ودعم البحث العلمي كذلك اللي موجود في الجامعات، وكلن يكمل في الثاني. بالمبادرات اللي موجودة عندنا وبالبرامج اللي موجودة عندنا نخلق الفرص للابتكارات اللي يتطلع لها القطاع الخاص المحلي أو القطاع الخاص العالمي.